بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لموضوعنا وهو حول يعني النظام السياسي الفلسطيني، احنا استعرضنا مكونات النظام السياسي الفلسطيني، ثم عرجنا على القوى السياسية في داخله، ناقشناها في قسمين. اليوم سنحاول يعني الإطلالة على تطورات النظام السياسي الفلسطيني. حدث لديه عليه تطورات كبيرة جدا في فترة قصيرة تكاد تصل إلى العقد، يعني في عقد من الزمن، في مع مطلع القرن الجديد ترى النظام السياسي الفلسطيني جملة من التغيرات والتطورات عكست نفسها على بعضها بالشكل الإيجابي والبعض الآخر كان سلبيا. فنحن سنستعرض هذه التطورات من عام 2003 لعند 2013، يعني الوقت المعاش الذي نعيشه الآن. وكان أهم تطور حدث لهذا النظام السياسي هو تعديل القانون الأساسي. هو تعديل القانون الأساسي في عام 2003. هذا تحدثنا عنه سابقا لما كنا بنتحدث عن تركيب ومكونات النظام، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حاولوا كثيرا بعد عام 2000 أن يسحبوا كثير من الصلاحيات من الرئيس عرفات. يعني بعد أن جاء من كامب ديفيد ونفض يديه من أوسلو تماما وبدأ ينسق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد، و شكل كتائب شهداء الأقصى وبدأ يجنح جنوحا عسكريا بقناعات جديدة، عندما أدرك أنه لن يعطوه شيئا بدأ يفكر في سحب الصلاحيات منه، وهي ثلاث صلاحيات رئيسية في يد أي زعيم في العالم: المال والعسكر والسياسة، الأمن يعني بمعنى أصح. وبالتالي فكر الإسرائيليون، وصاحب الفكرة كان أفرام هليفي اللي هو رئيس الموساد الإسرائيلي، لكن كان يدرك تحويل هذه القضية إلى الجانب الفلسطيني سترفض لأنها إسرائيلية، فأحالها إلى الأمريكان، وقام الأمريكان بتطوير الفكرة وعرضها على الفلسطينيين، وهي استحداث منصب رئيس الوزراء في النظام السياسي الفلسطيني. احنا كنا نتحدث هناك لم يكن هناك، كان هناك حكومة، سلطة تنفيذية تابعة للرئيس، وبالتالي كان نظامنا نظاما إلى حد ما بالعلوم السياسية، إلى حد ما نظاما سياسيا الحكومة تتبع الرئيس، هي حكومة الرئيس ببرنامج الرئيس. لكن مع التعديل الأخير كان المقصود بها أن يأتي رئيس وزراء يغاير الرئيس، قد يكون من نفس حزبه ولكن يحمل بعض الصلاحيات الأمنية الموجودة مع الرئيس والصلاحيات المالية، تعديل ما يدور من مخالفات وفساد مالي في داخل السلطة الفلسطينية. فتم استحداث هذا المنصب وأعطي رئيس الوزراء العديد من الصلاحيات الأمنية والسياسية والمالية التي كانت للرئيس، لرئيس السلطة. وكان أول رئيس وزراء بعد التعديل اللي هو أحمد القريع، أحمد القريع هذا هنا يعني فيها خلل، أحمد القريع ثم محمود عباس، يعني هذا كان فيها يعني يجب تعديل هذا، لا يعني أحمد القريع كان أول رئيس وزراء، أبو العلاء كان أول رئيس وزراء فلسطيني بعد تعديل القانون الأساسي، ثم جاء من بعده السيد محمود عباس. الآن حاول أحمد القريع أن يحصل على الصلاحيات الموجودة في داخل الدستور، الرئيس عرفات رفض وناور وحاول أن يكسب الوقت، كما حاول أن يكسب الوقت قبل التعديل، يعني بقي يرفض التوقيع على تعديل القانون الأساسي لفترة طويلة، ثم تحت الضغوط الشديدة جدا وقع على التعديل في 2003. وتم بناء على هذا التعديل تعيين أحمد القريع رئيسا للوزراء. حاول أن يطلب الصلاحيات من الرئيس، رفض الرئيس فاستقال، فتم تعيين محمود عباس كرئيس وزراء آخر، وحاول أن يطلب الصلاحيات من الرئيس لكن الرئيس رفض فاستقال. وفي هذه المرة محمود عباس استقال من كل شيء، استقال من اللجنة المركزية لفتح، واستقال من أمانة السر في منظمة التحرير، واستقال من مجلس الوزراء، وذهب ليعيش إلى عمان ومكث فيها إلى أن كان الرئيس قد أخذوه إلى باريس لكي يعالجوه هناك، فجاء إلى المقاطعة وسافر مع الرئيس إلى عباس، سافر مع الرئيس إلى فرنسا. طبعا الرئيس عرفات كان هدفا للحركة الصهيونية، هدفا كمان لدولة الكيان، وبعد أن رفض التمادي مع المشروع التسوي أصبح غير صالح للسير، وبدأوا يتهموه بالإرهاب وبدأوا يحاصروه. طبعا وقي محاصرا من 2000 إلى 2004 حتى استشهاده في نوفمبر. في نوفمبر رحل عرفات نهائيا عن السلطة، وتم الإعداد للانتخابات الرئاسية في 9 يناير 2005 اللي دخلها محمود عباس ونجح لكي يكون رئيسا للسلطة، ثم رئيسا لدولة فلسطين، ثم رئيسا لدولة منظمة التحرير الفلسطينية، ثم رئيسا لحركة فتح. كل هذه الرئاسات جمعها يعني في شخص
واحد. طبعا هذا كان نجاحا كبيرا جدا لكل مؤيدي اتفاق أوسلو، لأنه أعاد مجموعة أوسلو مرة أخرى إلى سدة السلطة وصنع القرار الفلسطيني في أروقة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بعد أن عرفات قد غادر هذا الموقع حوالي 4 سنوات. فعادت مجموعة أوسلو الأولى التي فاوضت على أوسلو والتي خرجت بالاتفاق، محمود عباس، محمد دحلان، أحمد القريع، نبيل شعث، حنان عشراوي، حسن عصفور، ياسر عبد ربه، هذه هي المجموعة. وبالتالي استقرت، اطمأنت أمريكا واطمأنت إسرائيل إلى عودة هذا التيار الذي يريد أن يستمر وليس له يعني مطالب كبيرة كما كان عرفات يطالب بدولة مستقلة ذات سيادة إلى آخره، وليس له رغبة في مواصلة العمل العسكري. طوال الوقت كانوا يتحدثون عن المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات. طبعا كان الساحة قد انشقت في ذلك الوقت، لأن هذا عكس نفسه على السياسة الفلسطينية، وبالتالي بدأ هناك موقف للمقاومة سواء كانت الجهاد أو حماس، وكان في هناك خلاف حول إدارة النظام السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة. يعني كان هناك توافق بين عرفات وبين قوى المقاومة ما بين الأربع سنوات من 2000 إلى 2004، وهذه الأمور قد لعلكم تسمعوا اليوم يخرج علينا يعني كثير من المعلومات الجديدة التي تؤكد على هذا التحالف الخفي الذي كان موجودا، على هذا التنسيق السياسي والعسكري والأمني والنضالي بين يعني قيادة منظمة التحرير ياسر عرفات وقوى المقاومة. يعني حديث في الفترة الأخيرة، يعني قبل أسبوع كان هناك حديث حول المكالمة التي تمت بين عرفات ودكتور عبد العزيز الرنتيسي حول التنسيق للعمليات وكذا والمواجهة، ويقال أن هذه المكالمة هي التي قتلت الاثنين. يعني إسرائيل اكتشفت أن هؤلاء الاثنين سيقلبوا كل الموضوع باتجاهات أخرى، فعرفات ذهب بالتسميم والدكتور عبد العزيز الرنتيسي تم يعني اغتياله قصفا بصاروخ. وهذا كان يدلل على هذه المرحلة الجيدة في التنسيق العالي جدا بين كل قوى الفلسطينية، عندما أدركوا أن أوسلو قد ماتت ولن تعطينا يعني شيئا ما. الحوار الوطني في القاهرة الذي بدأ من يناير لمارس 3 أشهر انتهى بوثيقة القاهرة في 17 مارس 2005، والتي تطالب أو والتي أقرت أولا بأن منظمة التحرير غير صالحة للعمل، منظمة التحرير في حاجة إلى تفعيل وإلى إصلاح وإلى تجديد مؤسساتها وبناها وإدخال كل القوى الفلسطينية التي لم تكن فيها في داخلها لتفعيلها. هذه الوثيقة خرجت ولكنها جمدت من 17 مارس 2005 حتى يومنا هذا. طبعا التجميد كان سياسيا، لأن الرئيس عباس لما جاء على رأس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير في انتخابات الرئاسة في 2005 ووصل إلى هذه الوثيقة، كان يطالب بالخروج إلى انتخابات تشريعية جديدة في 25 يناير 2006. فلو أوقف عملية اتفاق القاهرة لتعديل منظمة التحرير انتظارا للانتخابات، لأنه كان يعتقد لو دخلت حماس في السلطة الوطنية وبهذا الحجم الصغير الذي كان يريده لا داعي للذهاب لأن ندخلها في منظمة التحرير، وإن لم تدخل فبنكون هي خرجت لن نسمح لها بدخول منظمة التحرير. يعني بمعنى كان الهدف سياسيا عدم إدخال القوى الوطنية الإسلامية في منظمة التحرير، فأجلها إلى أن يأتي بالانتخابات. لما جاءت الانتخابات كلنا نعلم أن يعني أتت بغير ما كانت تشتهي الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل ولا حتى أقطاب السلطة الوطنية، حصلت على أغلبية عالية جدا، وهنا تأكد لديهم في منظمة التحرير وعلى رأسهم يعني رئيس عباس وحركة فتح أنه لا جدوى لتنفيذ اتفاق القاهرة. يعني يكفي أنهم في السلطة، يعني لو رحنا بدنا نعدل منظمة التحرير ندخلهم في منظمة التحرير كخصوم سياسيين، فأوقف وجمدها حتى يعني حتى لا تدخل هذه القوى إلى منظمة التحرير ويصبح العمل من خلال السلطة اللي هم مشتركين فيها يعني معا. وبالتالي في هذه الفترة حدث حدث كبير جدا عكس نفسه على الساحة الفلسطينية وعلى النظام السياسي الفلسطيني، هو الانسحاب الأحادي الجانب الذي قام به أرييل شارون من قطاع غزة وشمال الضفة في عام 2005. كثرت العمليات العسكرية والمقاومة كانت شديدة جدا، وبدأت تطال الجنود الصهاينة ودخلت في المستوطنات بشكل كبير جدا مستوطنات قطاع غزة، فخاف شارون على جنوده. وبنفس النقطة قطاع غزة لم يكن يشكل في الفكر الصهيوني الديني التوراتي شيئا كبيرا،
كما كانت الضفة الغربية. ومعظم الخرائط التي برزت عن الحركة الصهيونية كان قطاع غزة مستثنى منها، وبالتالي وجد شارون في هذا دفعا جيدا لكي يطرح فكرته ويتخلص من مأزق أو مستنقع قطاع غزة ويخرج منه، لا سيما وأنه إن أراد شيئا فيه يستطيع أن يأخذه عبر الطيران وخلافه، فخرج. هذا مكن للمقاومة بشكل كبير جدا، وأصبح قطاع غزة شبه محرر، هو محاصر من الخارج لكنه في الداخل لا يوجد جنود صهاينة. عندما حدثت الانتخابات في 2006 وأودت أو أوصلت إلى نجاحات عالية جدا لحركة المقاومة، حماس طالبت بتشكيل الحكومة، ورئيس عباس القانون ينص على ذلك، فكلف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة. أجريت المفاوضات بشكل كبير جدا لتشكيل الحكومة، رفضت فتح أن تدخل، وكان هناك إيعاز لمعظم القوى الأخرى أيضا التي لم تدخل، لأن كان هناك إجماع بين كل القوى الوطنية على عدم تسهيل مهمة إقامة حكومة أو تسهيل مهمة إدخال القوى الوطنية القوى الإسلامية في النظام السياسي الفلسطيني من أجل عرقلة عملها حتى تخرج من هذا النظام ويعودوا لكي يديروا هذا العمل. وبالتالي لم تستطع حركة حماس أن تشكل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف. أصرت حماس على عدم الخروج من الساحة السياسية والقيام بمهمتها بعد الانتخابات واستثمار كل ما حققته من نجاح وجمهور، لأنها كانت ترى في نفسها بديلا، وكانت ترى في نفسها توجها جديدا له رؤية سياسية محددة وواضحة في إدارة الصراع مع المشروع الصهيوني. ولا يعقل أن تقوم بكل هذا الدور السياسي طوال الوقت، عندما تأتي هذه الثمرة تتخلى عنها، وبالتالي وكأنها تخلت عن مبادئها وتخلت عن الشعب الذي هي يعني تفعل أو تقوم من أجله بهذه النضالات. فشكلت الحكومة وقد قدمت إلى البرلمان وحازت على ثقة البرلمان، وأصبح خطاب إسماعيل هنية خطاب الحكومة هو برنامج الحكومة، وأصبح لها برنامجا سياسيا خاصا، بمعنى أنها حكومة سياسية شرعية حازت على الثقة من البرلمان ببرنامج سياسي قد يكون مغايرا لبرنامج الرئيس، بمعنى أن نظامنا السياسي أحد تطوراته انقلب من نظام رئاسي صرف الرئيس يتصرف في كل شيء والحكومة حكومته إلى نظام رئاسي مختلط شبيه بالنظام الفرنسي أو شبيه بالنظام اللبناني، هناك رئيس وهناك رئيس وزراء والاثنين لديهم صلاحيات، عندما يكونوا من حزبا واحدا يكون هناك توافق في النظام السياسي، عندما يكونوا من قوتين سياسيتين مختلفتين يكون هناك تناحر، لكن لا عيب في ذلك، يعني كل شعوب العالم كانت يعني فرنسا عاشت هذه الظروف وتعايش رؤساء وزراء مخالفين فكرا وسياسة مع رئيس الجمهورية، يعني ما العيب في ذلك، لا يوجد عيب طالما أن أقرنا وعدلنا الدستور. عندما حدث هذا بعد ذلك أصرت يعني حركة فتح ومنظمة التحرير إجمالا على إعاقة عمل هذه الحكومة حتى تخرج من الإطار، حتى تستسلم حركة حماس وتعيد يعني الحكومة إلى الآخرين وتبقى مجرد أعضاء في داخل البرلمان. طبعا هذه الخلافات عكست نفسها فصار في نوع من الانشقاق، لكن هناك حكومة قبل الحسم، كان هناك حكومة في غزة تعبر عن الأمة ككل. بدأت مفاوضات الوفاق الوطني، طرحت وثيقة الوفاق الوطني صيغة معدلة لوثيقة الأسرى، الأسرى أطرحوها تم تعديلها وتوافقوا عليها في القاهرة، لكن تم تعطيلها. كلما كان يعين رئيس وزراء وزير للداخلية كان يحصل ارتباكات وقلاقل في داخل قطاع غزة، وصار في خطف وفي تعذيب وفي قتل وفي إطلاق رصاص على الناس في مناطق مختلفة في داخل غزة. هذا الخلاف عكس نفسه، ذهبوا إلى مكة وتوسطت الحركة المملكة السعودية ووصلت إلى اتفاق سمي اتفاق مكة في 8 فبراير 2007، بناء عليه تم تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية. شكل هنية حكومة الوحدة الوطنية في 9 فبراير 2007، عرضت على المجلس التشريعي ونالت الثقة، وكان فيها قوة أخرى يعني دخلها المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ودخلها حزب الشعب، ودخلها قوة كثير فلسطينية كانت تعبر عن كل الفلسطينيين. وعندما حازت على ثقة البرلمان كانت حكومة سياسية وليست إدارية، لأن عباس طعن فيما بعد أنها حكومة إدارية وتنفذ سياسات الرئيس، وهذا غير صحيح. يعني إن كان المقصود منها أن تبقى حكومة الرئيس، لماذا تم تعديل الدستور؟ طب أيضا لماذا الرئيس عباس نفسه طالب بالصلاحيات من الرئيس عرفات؟ هو ومجموعته هم الذين كانوا وراء عملية تعديل الدستور، يعني هو الآن يرفض الذي كان يطالب به سابقا. لا
بالضبط هذا هو يعني الحقيقة، أنه تم التعديل لإعادة مجموعة أوسلو للنظام السياسي الفلسطيني وتهيئة الظروف لها لكي تقبض على مقدرات كل القرار السياسي الفلسطيني من حيث المال والأمن والسياسة، ويبقى الرئيس رمزا هكذا، وبالتالي تستكمل الأمور في سياق أوسلو. عندما رفض الرئيس وعرقل هذه العملية بشكل كبير جدا، طبعا تم تسميم الرئيس بالنهاية، الرئيس قتل، عمليا قتل، قتل من قبل الحركة الصهيونية، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن أداة التنفيذ كانت فلسطينية، لم يكن إسرائيليا الذي دخل المقاطعة وسمم الرئيس، هو واحد من المجموعة التي كانت تحيط به. وبالتالي تم الخلاف في داخل الحكومة على صلاحيات وزير الداخلية وعلاقته بالأجهزة الأمنية. الرئيس كان لا يريد أن تأتي هذه في يدي حركة حماس ورئيس وزرائها اللي هو إسماعيل هنية، ويلقي القبض على 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 كل مقدرات الأمن، وبالتالي هؤلاء الناس لديهم برنامج سياسي عسكري جهادي، وهذا موضوع يختلف عن العقيدة العسكرية والأمنية اللي كانت موجودة في السلطة سابقا، وبالتالي بدأ الخلاف حولها. أصر الرئيس أن هذه الأجهزة تتبع له ولا تتبع لرئيس الوزراء، مع أن هذا مغايرا للدستور ومغايرا للقانون الأساسي الذي تم تعديله، والرئيس عباس هو أكثر الناس في النظام السياسي الفلسطيني يدرك ذلك، لأنه كان رقم واحد الذي طالب بالتعديل، وتمت استقالته سابقا بناء على أن الرئيس عرفات رفض أن يعطيه هذه الصلاحية. إذا السؤال هون كان في الوقت الذي كان يخدم أمريكا وإسرائيل طالبنا به، في الوقت الذي بدأ يخدم قوى وطنية فلسطينية في داخل نظام السياسي الفلسطيني، رفضناه على قاعدة تنظيمية، على قاعدة فئوية، يعني رفض مناكفات سياسية لقوى سياسية، لكن أحد هذه القوى يعني زعيمها يرأس النظام بشكل كامل، فحصل خلاف شديد جدا، وكان هناك حالة من الفلتان الأمني والفوضى المنظمة، والتي عبروا عنها عبرت عنها كوندرا رايس، قالت أنه الآن نسير في إطار الفوضى المنظمة في فلسطين التي ستودي بهذا التغير الجديد الغير مرغوب فيه. يعني أمريكا وإسرائيل وافقوا على دخول حماس في الانتخابات لأنهم كانوا يعتقدون وبناء على معلوماتهم واستخباراتهم أن حجمها هو ما بين 15% إلى 18%، وبالتالي ستبقى شاهد زور في داخل البرلمان، لأن هناك حوالي 85% أغلبية عالية جدا، أعلى من الثلثين، في إمكانها أن تغير الدستور، أن تغير كل شيء، موجودة في يد منظمة التحرير أو أقطاب أوسلو الذين نجحوا للوصول إلى أعلى المراكز في السلطة الوطنية بعد مقتل الرئيس عرفات. لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، أو أتت السفن بما لا تشتهي الرياح، لا أدري. فكانت الانتخابات أعطت أغلبية ساحقة جدا لحماس، مما جعلها يعني لها الأحقية في تشكيل الحكومة، ولها الأحقية في قيادة الشعب الفلسطيني وقيادة كل النظام السياسي الفلسطيني. ولو عدنا يعني لنرى هذه، يعني أمامكم هذه القائمة تبعت الانتخابات، وهذه حجوم القوى، يعني 57.6%، يعني 58%، وعندهم مستقلون 3%، يعني 60% كان مجموع ما حصلته حماس منها، وبالتالي أغلبية تكاد تكون قوية ومطلقة في إمكانها أن تسير. حصلت فتح على 32.6%، 33%، في حجم الأصوات كانوا متقاربين، وهذا يدلل كمان على ضعف آخر في داخل حركة فتح، يعني مجموع بالأصوات حماس حصلت على 440,000 صوت انتخابي، فتح حصلت على 410,000، يعني الفرق اللي بينهم 30,000 صوت، لكن فتح كانت 3 فتوحات، يعني كان التنظيم الأصلي ثم تنظيم الشق عن التنظيم الأصلي ثم مستقلين، فتوزعت أرقامهم بشكل كبير جدا. أنا شهدت هذا عيانا، يعني كنت في اللجنة الدولية في الأوروبية اللي كانت مشرفة على الانتخابات، ودخلت معظم القاعات ورأيت كيف كانت التصويت، يعني كان يجي يعني مؤيدي حركة فتح يعني ينقي من هان واحد من هان واحد من هان واحد مشتتة، الآخرين بلوك يعني كاملا، فكان في تنسيق في كذا بشكل عالي عكس نفسه على النتيجة. النقطة الأخرى، كان في هناك شيء ذكي جدا، لم يتم الإعلان عن نجاح حماس في البداية، وخرجت فتح تقول أنها انتصرت في الشوارع، حتى أنه احنا يعني شهدنا وإحنا ماشيين في العربية تبعت اللجنة الدولية، يعني بعض فتح بيعتدوا على سيارة فيها كسروا العلم، يعني منتصرين وكذا ورجع، والآخرين لم يعني يحدثوا حدثا. بعد فترة نقلت الصناديق وخرجت النتيجة النهائية، فكانت يعني النتيجة أنه نجاح حماس. أنا بقول هذا يعني جنب الشعب الفلسطيني مشكلة، لأنه لو تم الإعلان عن نجاح حماس في البداية كان ممكن يكون في الشوارع حرب أو أشياء بهذا القبيل. لكن على كل هذه هي النتائج الموجودة.
وتلاحظوا انه يعني مثلا البديل على سبيل المثال اللي هي قوى اليسار الفلسطيني انا كانت الديمقراطيه وحزب الشعب وفدا ومستقلون. هذه الاربع قوى حجمها 1.5%. فعشان نعرف بس يعني من يتحدث شو حجم القوى لما بتتحدث زعاماتهم، يعني نعرف شو اللي بيصير. فلسطين المستقله المبادره الوطنيه مصطفى البلوث الذي انشق عن حزب الشعب لوحده عادل كل هذه القوى، جاب 1.5%. الطريقة الثالث حنان وسلام فياض وراوية الشوة كانت معهم، ثم انشقت حنان وراوية وبقي سلام فياض لوحده، جاب 1.5%. هذا الرجل اللي بقي على قائمة تأتي ب1.5% أخيرا يأتي ليقود الشعب الفلسطيني كله رغما عن أنف الشعب الفلسطيني، وهو لا يشكل إلا 1% من البرلمان، وجاء في حكومة يعني غير شرعية. يعني أنا أردت أن تستعرضوا يعني ما هو موجود إلى حد ما حتى ندرك طبيعة حجوم القوى، وبالتالي نرى أن أننا نتجه باتجاه قوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية أو في النظام السياسي، وهذه يعني قوى الكسر العشري، يعني مجموعها مع بعض كلها قد يوصل إلى 10%. إذا بالتالي نحن أمام قوتين رئيسيتين، حزبين كبيرين، يجب أن نرفع نسبة الحسم الموجودة في الانتخابات حتى نتخلص من هذه القوى. لا أقصد نتخلص يعني ننهيها، لا، هي ستذهب إلى من يؤيدها، يعني هذول ميلين لهون هذول ميلين لهون، وبالتالي سيكون لدينا أقوى، وما فيش مناورة، ولا يمكن أن يأتي لنا حزب لكي يطالب بإعاقة الحكومة. يعني بعض القوى هذه ولا أريد التسمية تم التفاوض معها للدخول في حكومة الوحدة الوطنية مع حماس، هي كانت 3 أعضاء يعني تشكل حوالي 2%، طالبت بثلاث وزارات، بثلاث وزارات ومن ضمنها وزارة سيادية. طب وفتح قديش بدها تاخذ اللي جايبه 33؟ طب وقديش بده يظل لحماس مقاعد ووزارات؟ يعني مطلب كان المقصود به هو إعاقة تشكيل الحكومة وعدم فهم للخارطة السياسية وتضخيم للذات، تضخيم للذات كبير جدا، وعدم القدرة على قراءة التغيرات اللي صارت في الساحة الفلسطينية. طبعا هذه النتائج صدمت الولايات المتحدة الأمريكية أولا، ثم الإسرائيليين ثانيا، ثم الفلسطينيون ثالثا، وعكست نفسها. لكن هذه الحقائق التي جاءت سليمة ومن خلال صناديق وبشهادات يعني الدوليين كان يجب أن تحترم حتى نحترم أنفسنا يعني كفلسطينيين ونحترم إرادة الأمة والشعب، لكن هذا لم يتم. بدأت حالة من الفوضى والعنفوان كان يجب أن تحسم، فكانت عملية الحسم العسكري التي أدت إلى الانقسام السياسي. طبعا أمام الحسم العسكري كثيرون من الناس قالوا أن هذا اعتداء، والبعض وصفه بانقلاب. أنا لا أتصور أنه واحد ينقلب على نفسه، يعني الحكومة بدها تنقلب على نفسها؟ طب هي معها الحكومة وعندها زي ما شفتوا 60% في البرلمان، ليش بدها تعمل انقلاب؟ هذا مش انقلاب، هذا تصحيح. في علم السياسة أقول لكم معلومة، في علم السياسة لا يملك حق استخدام القوة في الدولة إلا من حاز على القيادة بقبول ورضا الناس بشرعية. هذا الوحيد الذي له الحق أن يستخدم القوة في الشارع، غيره لا يحق له، حتى المعارضة لا يحق لها استخدام القوة، لها أن تعارض بالطرق السلمية الدستورية الموجودة في القانون تبعا لما يقره، ولا أن تخرج على الحكومة بالحرب. ما رأيناه هو إطلاق رصاص وخطف آخرين وإعدام وقتل عن عمد وهكذا. هذا كان يجب أن يقف. القوة الوحيدة التي كان يجب أن توقفه هي القوة الشرعية في النظام. القوة الشرعية في النظام هي الحكومة التي تم انتخابها وحلفت يمين أمام الرئيس، بمعنى ذلك أنه هي، هذا ليس انقلابا، هذا تعديلا بما يحدث، هذا وصولا إلى النظام واستتباب الأمن في داخل. لكن خرجنا من إطار القانون والدستور وبدأنا مناكفات سياسية، يعني عنزة ولو طارت، يعني بالعامية زي تبعتنا، يعني حمراء حمراء حرين، زرقاء لا مين قال لك زرقاء، هي هيك. يعني خرجنا عن فهم العمل السياسي الدستوري والقانوني إلى قبائل عائلات سياسية، وطبعا ما فيش حد أحسن من حد. يعني أبو جهل لما سئل قال له أحد الأعراب والله إن عقلك ليس بعيدا عن أن يدرك هذا الإسلام، شو قال الرجل؟ قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يطعمون ونطعم، يقاتلون ونقاتل، يكرمون ونكرم، قالوا منا نبي. لا كذب النبي تبعكم، عرفتوا؟ فهمتوا ما أقصد من هذا المثال؟ إذن هي مناكفات سياسية ليس لها علاقة بالجانب الدستوري. ولأننا في حالة حركة التحرر الوطني يبقى هناك زخم للقوى السياسية لأن هي الأصل، وبالتالي إن أردنا هنا الاحتكام إلى حالتين، إن أردنا أن نحتكم
وكأننا نظام سياسي بين أقواس. ولعلكم تذكرون المحاضرة الأولى عندما قلت لكم لا يوجد نظام سياسي خارج الدولة السيادية. إن أردتم أن يكون نظام سياسي فليكن بالقانون والدستور، يبقى ما قامت به الحكومة دستوريا وهي شرعية. وإن أردتم بالنظام القوى الوطنية، ونحن في مرحلة التحرر الوطني، فالأصل أن تكون هناك وحدة وطنية وأن يسمح لهذه القوى أن تدخل منظمة التحرير. من المسؤول عن تجنيد اتفاق القاهرة من 2005 إلى 2013؟ لا نريد أن يعني أنا لا أعطي أحكام، أنا لا أعطي أحكام، أنا بفتح منافذ للتفكير لا أكثر ولا أقل، لا أعطي أحكام. وبالتالي صار هناك انقسام، ومن حق الشعوب أن تنقسم، وحصلت في أكثر الشعوب في العالم، لكن عادت واتحدت مرة أخرى، وكان لديها من العقل والحصافة والرصافة والحنكة والكياسة أن تتحد مع بعضها البعض وتعيد اللحمة للشعب، ونحن أولى بذلك لأننا في مرحلة التحرر الوطني. تفضل. هكمل لك أنا. طيب ماشي تفضلي. هلا بحق له انه يقيلها؟ صحيح. طيب اوكي، ما هذا الجزء اللي انا بدي اكمله الان عشان اعطي الجانب الاخر، يعني حقه شو اللي هو يقيلها؟ بحق له انه يرجع للدستور تبعنا يعني؟ طبعا هو بيقيلها ليش؟ لصلاحياته الموجوده في الدستور. طيب النقاش، هذه النقطه اللي بتقولها الاخت، انه فيما بعد لما حصل الحسم قام الرئيس باقاله هذه الحكومه، واصبحت حكومه مقاله، لكن تبقى تسير الاعمال إلى أن تأتي حكومة جديدة وتعرض على البرلمان لتحوز على الثقة. ما لم يحدث ذلك تبقى هي الحكومة الشرعية والمسيرة للأعمال ولو بقيت إلى الأبد. الآن ماذا حدث؟ لم يلجأ الرئيس إلى ذلك، ومع أنه من حقه، وكان بقي على مدته القانونية فترة قصيرة جدا، فشكل حكومة لفياض، حكومة سلام فياض، ولم يعرضها على البرلمان. طبعا لم يعرضها على البرلمان لماذا؟ لأنه لو ذهبت إلى البرلمان ستفشل، ستسقط، ومن حق الآخرين أن يسقطوها، لأنه هاي حجمهم، هكذا قال الشعب، هذه هي الإرادة الشعبية، هذا هي هو ممثلي الأمة. فلم يذهب بها إلى هناك، وبالتالي أصبحت حكومة اغتصاب. اغتصبت الحكم ممن؟ من حكومة التسيير، إلا إذا ذهب بها الرئيس إلى المجلس. لماذا لم يذهب؟ كان يجب أن يذهب، يعني ليكمل المشوار القانوني وليذهب هنا ولترفض، ويعرض كمان حكومة ولترفض، وهكذا إلى أن نصل من تحت الطاولة إلى مفاوضات نشكل حكومة، لكنه آثر على أن لا يذهب، وبذلك خرق القانون والدستور. النقطة الأخرى، انتهت مدته في الرئاسة، وكان يجب أن يعلن عن انتخابات رئاسية جديدة في مدة 60 يوم، وتسلم السلطة لمن؟ لرئيس المجلس التشريعي. لكن أيضا لأنه رئيس المجلس التشريعي بالأغلبية حماس، لم يأخذ الرئيس بهذه الصلاحيات وخالف الدستور للمرة الثانية، وبقي يعتبر نفسه رئيسا، يعني بمعنى بقي رئيسا على أكتاف كل الفلسطينيين رغما عن أنوفهم، رغم انتهاء الصلاحيات. رئيس دكتور في الحياة. ما هو شوفوا، بدنا نعامل الأمور بشغلين، يا إما بجانب وطني، قوة وطنية متساوية أمام عدو واحتلال، يا إما بالجانب الدستوري. بالجانب الدستوري هيو، لكنه بقي هكذا، وبالتالي نحن أصبحنا أمام معضلة غريبة جدا. حكومة تسيير موجودة لديها الصلاحيات، ولم يأتي بعدها حكومة تلغيها بثقة الشعب من خلال البرلمان، وحكومة شكلها الرئيس وهو غير شرعي لأنه خرج مدة القانونية انتهت ولم تعرض على البرلمان. الآن يروا أنه فياض غلط يعني، وفصلوه بعد ما قصة الرواتب ومش عارف مين والخلاف مع وزراء فتح على وأدركنا أمريكي، يعني في الآخر من دافع عن سلام فياض هو أمريكا التي جاءت به إلى عرفات لكي يقبض على المال، وعملت منصب رئيس الوزراء لكي تقبض على الأمن في إيد شخصية أخرى، ويبقى هذا الرمز فارغا ما فيش عنده ولا حاجة. كان يجب أن نمكث كل هذه المدة حتى ندرك هذه مهزلة من شعب يقود نضال له قرن. صعبة، غير مستوعبة، يعني ملهاة، مأساة. يعني ما شفنا العملية كيف مع رئيسنا، وبعدين لما أجت
دكتاتورية، اغتصاب للقوة، يعني اغتصاب للنظام أصبح. وظلوا فياض مغتصب إلى أن اللي ثار عليهم فتح، تخيل، يعني اللي ثارت عليه فتح. وقبل أخيرا الرئيس صاغرا، وأنا أقول صاغرا لأنه كان لا يريد استقالة فياض، لكن الكلام من العالم الغربي عليه جعله يعني بصير وكأنه إيش بده ينصاع للغرب لو خلاه. استثار حميته، والأكثر من ذلك هو قيادات فتح التي ركزت بشكل كبير. لا حياة للحياة السياسية الآن في ظل وجود هذا الرجل، يجب أن يخرج، فخرج من النظام السياسي الفلسطيني. هم ما فصلوش الوزير، الوزير استقال لوحده، نبيل قسيس استقال لوحده. ما هو ماشي، واستقالته هي التي اثارت كل الخلافات. الاستقاله استقال لوحده، ما استقال هيك شيء فاضي. اعتراضا على الرواتب. انه فيش رواتب. وللاسف الشديد كانت استقالته كمان مضره بغزه، لانه كان يطالب بتعديل رواتب غزه وبقطع جزء منها، وظهر من استقالته ان سلام فياض مع مصلحه الناس اكثر منه، وهذا غير حقيقي اصلا كمان. لكن يعني اقصد اقول انه كل ما يدور حول هذا الموضوع يا جماعه هو يعني مصالح فئويه، مصالح سياسيه لفئات محدده في داخل فتح لها علاقه بالناس. يعني نبيل قسيس كان يريد مراجعه كل هيئه رواتب، هكذا هذا الذي ظهر، رواتب كل قطاع غزه، وكان يرى ان الازمه تتشكل هنا. الان سلام فياض بقاء السلطه ورونقها ووجودها والرئيس يعيبه ان تقطع رواتب غزه، انت تخليته عن ال ال فهاي هذه النقطه اللي هذا اللي كان تريده أمريكا. ولكن الحين يعني عباس لما قالوا يعني وكأنه يقول لا، لدينا الإمكانية على الإدارة، وكان هناك مطروح أسماء، محمد مصطفى، وكان مطروح شخصيات أخرى لمسك الرئاسة. في كثير من الناس قالوا جاءت الفرصة الآن لكي يعودوا إلى بعضهم البعض، لماذا نفكر في حكومة جديدة وبرئيس جديد؟ لا، تستقيل هاي وتستقيل حكومة إسماعيل هنية الآن، ويتم تشكيل الحكومة التي أوعزت إلى الرئيس، مش تم في الدوحة إعطاء الرئيس أن يستلم منصب رئيس الوزراء ويشكل حكومة وحدة وطنية. لا زال الرئيس مترددا، لأنه يعلم أن هذه الحكومة لا ترضي أمريكا ولا ترضي إسرائيل، وأصبح مترددا الآن أكثر عندما جاء كيري بطرح سياسي للعودة للمفاوضات. ترك القاهرة، أنا كان مفاوضات للمصالحة في القاهرة في فبراير 18 فبراير 2013، طلع من الطاولة، لم يجتمع معهم في الاجتماع الثاني وغادروا عندما علم أن أوباما وكيري جاءوا. وبالتالي هو يستخدم هذه الورقة لتعديل موقفه السياسي بين الحين والآخر. فالآن أصبح كل الناس ينتظروه من للعودة. تفجرت أزمة الحكومة في وجهه، عالجها بهذه الطريقة لإرضاء فتح أولا، لأنه إن لم يكن قويا في فتح لم يستطيع إنجاز ما يريد على الساحة السياسية، ولا يستطيع مقارعة حماس في النظام السياسي الفلسطيني. فقدم ورقة تنازل لقيادات فتح بإخراج سلام فياض إلى الخارج، وهو يعلم أنه حتى اليوم لم يشكل حكومة، بمعنى أصح بالنسبة له سلام فياض حكومة تسيير، سيبقى سلام فياض رئيس وزراء غير شرعي، لأنه أصلا غير شرعي، وفي حكومة التسيير غير شرعي. ويطالبون الآن كلهم، محمد مقبول من فتح وبسام الصالحي من حزب الشعب، اسماعيل هنية أن يستقيل عن الحكومة. لماذا يستقيل؟ جيد، بس بضمن اتفاق. السياسة لا تترك، لا يوجد فراغ في السياسة، لا يسمح السياسيين بوجود فراغ، الفراغ قاتل. وبالتالي يجب أن ننتقل إلى شيء مرتب، بمعنى إما أن يتوافقوا الآن على أن يبدأ الرئيس في مشاورات تشكيل وزارة جديدة التي أوعزت إليه، ويضرب بعرض الحائط كل الطرح الأمريكي، أو يقوي نفسه، يبتدي الدنيا هنا رايح، يعني هذه ورقة مناورة له قوية أمام كيري، أو أن يعين وزارة جديدة وعلى رأسها أحدهم من فتح اللي هو محمد مصطفى تقريبا، والمقبول على حماس، مقبول يعني حماس وضعت اسمه في مفاوضات المصالحة، وتبدأ ويعود للمصالحة مرة أخرى ويوائم بين الطرفين. ادخل خليك في السياسة، ما حدش قال لك حاجة، واشتغل على المصالحة واستخدمها ورقة تحرجهم عشان تأخذ أكثر. حتى الآن هو واقف في المنتصف ولم يعلن عن أي شيء، وهذا إضاعة وقت للفلسطينيين. بالعكس أعطانا إشارة كريهة جدا عندما أعطى النظام الأردني الوصاية على المقدسات،
وكأنه يريد أن يذهب للكونفدرالية. لا ندري، لكن نحن نقرأ الأمور، وبالتالي هذه هي التحولات والتطورات اللي رسخت على النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي نحن لازلنا في مشوار المصالحة، لازلنا في المراوحة في المكان، لم نغادره. طبعا حماس بتقول يعني لماذا نستقيل، لماذا تستقيل الحكومة إن لم يكن هناك شيء واضح عشان تستقيل؟ نحن لسنا كفياض، فياض بقي طوال الوقت ليس شرعيا، وعندما عينتوه بدون شرعية وأقلتوه بدون شرعية فهذا شأنكم، أنتم حرين. بيننا وبينكم اتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، لماذا لا يشكلها الرئيس؟ ولماذا كلما نصل إليها يخرج من المفاوضات خارجا ويذهب إلى المصالحة؟ هذا موجود موقفهم. الرئيس يقول هناك فرصة مواتية لأن نصل إلى حل، إلى أن نحقق شيئا ما، لماذا لا تعطونا هذا الوقت؟ وطوال الوقت يقول كذلك، يعني العقل يقول اللي بجرب بمجرب عقله مخرب، يعني أكثر من مرة انعملت هذه الصورة، أنه كل ما تيجي تطرح أمريكا حل نخرج من موضوع المصالحة ثم نعود إليها، وكأنها يعني سيارة. هذا ليس، يعني لا يوجد هناك جدية في هذا الموضوع، لا يوجد هناك جدية في هذا الموضوع. هذه هي الصورة التي عايشها النظام السياسي يعني الفلسطيني اليوم. طبعا هذا قاتل، وهذا معيق للقدرات والإمكانيات الفلسطينية، يقسم الشعب الفلسطيني قسمين، قدراتنا مقسمة، لن يستفيد من هذا إلا إسرائيل، هذا واضح، ولن يستفيد منه إلا أمريكا لكي تملي على بعض الأطراف ما تريد، وبالتالي الخروج من هذا الموضوع هو التواصل فلسطينيا. ما حك جلدك غير ظفرك، لماذا لا نذهب للقوم ونحن متحدين؟ يعني ما الذي يضيرنا، ما الذي يضير عباس أن يذهب إلى المفاوضات مع كيري وهو في وحدة وانسجام مع حماس؟ هو أقوى بهذا بكثير من أن يذهب لوحده. هذه نقطة يعني مهمة جدا، وهذه ماذا تستدعي؟ تستدعي طرح نقاط الخلاف والبدء في علاجها، منظمة التحرير نقطة خلاف، ومن يقول غير ذلك فهو يخالف اتفاق 2005، في هناك اتفاق من كل القوى الفلسطينية على تعديلها وتفعيلها وإصلاحها وإدخال القوى الأخرى فيها، لماذا هناك فيتو على إدخال هذه القوى الإسلامية في داخلها؟ النقطة الأخرى، هناك اتفاقيات موجودة، اتفاق مكة ثم وثيقة الوفاق الوطني ثم حكومة الأوراق المصالحة الموجودة في مصر ثم اتفاق دوحة بأن يكون رئيس الوزراء، رئيس أن يكون رئيسا للوزراء، وتم إنهاء سجل الناخبين حتى ندخل في الانتخابات. لماذا خرج في فبراير 2013 من القاهرة ولم يعد حتى الآن من مفاوضات المصالحة؟ يعني هذه قضايا يعني مهمة جدا يجب الإجابة عليها. الدعوة هو أن يتجهوا أكثر إلى بعض، أن يقتربوا أكثر من بعض، أن يحاولوا بلورة هذه الاتفاقيات والوثائق في وثيقة واحدة تعيدهم في لحمة واحدة في نظام سياسي واحد. هو أقوى لنا إن أردنا أن نذهب إلى الحرب، هو أقوى لنا إن أردنا أن نذهب إلى السلام. يعني أن نذهب للمفاوضات ونحن موحدين فنحن أقوى، وإن كان الخيار هو أن نذهب إلى العمل العسكري فسنذهب بشكل أقوى إن كنا موحدين من أن نكون يعني مختلفين. حاول أراجع مع كل المادة هاي. طيب الفصل، نعم، لا مصطفى البرغوثي كان في حزب الشعب، وفي مرحلة من المراحل انشق عن حزب الشعب في خلاف على خلاف في داخلهم، خلاف فكري، خلاف حول القيادة. لا من حزب الشعب، وحزب الشعب هو الحزب الشيوعي الأصلي، غير اسمه بعد أن انهار الاتحاد السوفيتي. حكيت لكم أنا أنه حزب الشعب اللي هو الحزب الشيوعي هو الامتداد الطبيعي للحركة الشيوعية الفلسطينية. المبادرة ليست امتداد، المبادرة انشقاق عن حزب الشعب. حققت انجازات جماهيرية اعلى من الحزب، صحيح، يعني حاز على قبول جماهيري لدى الناس اكثر من الحزب. يعني الحزب اليوم يسجل 0.4 او 0.6 تقريبا، المبادرة تصل الى 1 وساعات يعني تعلو على 1%. القنوات الاعلامية بشكل عام لم يجد تحكم حماس بيحكم عشان منفصل، طالما هي مثلا حكومة شرعية، ولما قالها الرئيس لا من حقه، لا نحكي الكلام دستوريا، من حقه، أقالها وهو رئيس وقبل أن تنتهي مدته، وأصبحت حكومة مقالة لها الحق أن تسير الأعمال ما لم تأتي حكومة جديدة. من أين نقول أنها شرعية؟ لأن الحكومة التي أتت ليست شرعية. كان يجب الرئيس عرفات، الرئيس عباس كان يجب أن يذهب بحكومة فياض إلى البرلمان
المجلس التشريعي ويأخذ ثقة هناك، فستصبح هذه الأصلية وتنتهي مشكلة المقالة، لكنها لم تحصل فبقيت المقالة كما هي. الآن تصرف هذا بعدم الذهاب إلى المجلس التشريعي غير دستوري، ثم خرج هو من النظام السياسي نفسه، انتهت مدته، فأصبح هو غير دستوري والحكومة غير دستورية وكله. الحكومة المقالة هي الوحيدة التي بقيت دستورية. والمجلس التشريعي، سيقول البعض المجلس التشريعي الآن تغير وانتهى، الحقيقة لا، لأنه يمكن تجديد للمجلس التشريعي في حال الطوارئ، وحدثت مع فتح. الانتخابات حصلت في 1996 وكان يجب أن تنتهي في 2000، أربع سنوات. عندما جاء الرئيس عرفات من أمريكا رافضا للمشروع كلينتون وبراك وبدأ يشكل كتائب شهداء الأقصى واتجه باتجاه العسكري، تغيرت كل الظروف. ماذا فعل؟ مدد للمجلس التشريعي أوتوماتيك وبقي ممددا من 2000 ل2006، ست سنوات. يبقى الآن المجلس خلص، 2006 أجل جديد، أربع سنوات، في 2010 بده ينتهي. لكن نتيجة للانقسام ولتصرفات الرئيس الغير دستورية أن يعين حكومة لا تذهب إلى المجلس وأن تنتهي مدته ويقول أنه رئيس، الأفضل أن يبقى الحال على ما هو عليه وأن يبقى المجلس شرعيا. وبالتالي من كل هذه الصورة بقي شرعيا لدينا الحكومة المقالة والمجلس التشريعي. لكن أمام الوحدة والوصول إلى وحدة والتوافق، وافقت الحركات الإسلامية وحماس على أن تعطي الرئيس شرعية والرئيس يعطيها شرعية، وهذا الذي تم في المفاوضات في القاهرة في المصالحة، فاعترفوا به كرئيس، يعني مددوا له، يعني تم التمديد للرئيس بالتوافق الوطني على أن تكون حكومتهم شرعية، لكنه أصر على بقاء حكومته في رام الله أيضا، لا، التي أنهتها فتح في النهاية. تخيلوا، هذه هي التطورات اللي صارت في النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي أصبح المجلس شرعيا الآن والرئيس شرعي بالتوافق الوطني، وحكومة إسماعيل هنية شرعية بالتوافق الوطني، حالما يصلوا إلى موافقة كلية على الحكومة التي توافقوا عليها برئاسة الرئيس عباس تحل كل الحكومات. الآن الملعب، الكرة في ملعبه، بعد أن انتهت حكومتك سلام فياض اللي هي الحكومة أصلا غير شرعية والمغتصبة للشرعية، عليه الآن أن يقرر، إما أن يذهب لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الاتفاق في المصالحة ويكون رئيس وزراء للحكومة يعد للانتخابات ونكمل مشوار المصالحة، أو لا أدري، قد يفكر في أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الذهاب إلى المجلس التشريعي، بكون قد أعاد الخطأ كمان مرة يعني. وهذا بكون شيء يعني غريب جدا. بالتوافق الوطني بدنا نروح للانتخابات، بس لأنه لسه في خلافات عليها، توافقوا في القاهرة على أنه أنت رئيس وإحنا موجودين والمجلس موجود، هذا بينهم، لأنه إحنا هذا الذي يؤكد أنه إحنا نظامنا غريب. عشان هيك لما قلت لكم ما في نظام سياسي، إحنا تحت الاحتلال، فمرة بنروح للدستور ومرة بنروح للشكل الوطني، التوافق الوطني. فبدنا نفهم من الرئيس يعني أو الآخرين على ماذا تريدون، أن نحتكم إلى الدستور، فالدستور يقول هكذا اللي أنا شرحت لكم إياه، أن نحتكم للتوافق الوطني، جيد، التوافق الوطني أعطينا كل أنفسنا أن نحن كلنا وطنيون ونعمل لفلسطين، تعالوا لنخرج هيئة سياسية. طبعا هذا اللي كل ما بنصل للحل، يعني في فبراير كم شهرين اللي فاتوا كانوا قاعدين في القاهرة، خرج من الاجتماع وطلع قبل زيارة أوباما بلحظات، والآن خرج نهائي لأنه بده يتابع كيري، وأخذ الموقف بإعطاء الوصاية للأردن على المناطق المقدسة وهكذا. المهم يعني هذه قضايا يجب حلها بالتوافق، وأنا أرى أننا طالما نحن تحت الاحتلال فنحن في مرحلة تحرر وطني، وما يستلزمها من نضال ومن إجماع كل القوى الفلسطينية معا في أن تكون في بوتقة واحدة، لأننا لسنا بعد تلك الدولة التي طمحوا إليها ويطمحون إليها وأغرقونا في مشاكلها ولم تأتي لنا بشيء، لنعود لكي نكون قوة وطنية فلسطينية تسعى للتحرير ثم لبناء الدولة. لماذا نأتي من الخط بالعكس أو بالمقلوب؟ العالم يحرر بيبني الدولة ثم يأتي بالاعتراف، نحن نبحث عن الاعتراف لنشكل الدولة، وليس مهما أن يخرج الاحتلال أو لا يخرج. هذا شيء غريب، يعني منطق غريب في علاج القضايا.
طيب المرة القادمة إن شاء الله سندخل في موضوع التسوية السياسية، وهي آخر جزء في المادة لدينا، لكن أنا أود أن أستقطع وقت يعني لكي نعالج في موضوع المراجعة للفصل اللي فات. شكراً.